السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مينو للهاند ميد والكروشيه. النهاردة هشرح لكم طريقة عمل البلوزة. مبدئين كده البلوز القمر دي صيفي، تمام؟ خلاص احنا كده بنشتغل في صيفي كله. انا هوضح لكم البلوز دي ازاي ننفذها بالتفصيل. قبل ما ابدأ الشرح، لو اول مرة تشوفوني معاكم اماني، ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل عشان يوصلي كل جديد، وكمان تضغطي لايك للفيديو. بالنسبة للادوات اللي بستخدمها علشان ننفذ البلوز ديت، بحتاج ان انا اشتغل بخيط قطن. بفضل ان انا اشتغل بفتلة متوسطة السمك او سميكة بالشكل ده زي ما انت شايفة، وبستخدم معها ابرة مقاس 4 ملليمتر، تمام؟ وطبعا المزورة والمقص. طيب علشان ننفذ البلوزة دي بنشتغل قطعتين، تمام؟ قطعتين، قطعة للجزء الامامي وقطعة للجزء الخلفي. عبارة عن ايه؟ ان انا باخد المقاس من الكتف للكتف، تمام؟ من الكتف للكتف. بناء على المقاس اللي بيطلع ده بنبتدي السلسلة، تمام؟ السلسلة اللي احنا هنشتغلها من مضافات الرقم 3 او تقبل الاسمع على 3. هقولك ليه؟ لان الغرزة اللي احنا هنشتغلها بعد ما بنشتغل البلوزة او بنبدأ البلوزة عبارة عن ان احنا بنسيب غرزتين وبندخل في التالتة. علشان كده بحتاج ان انا اشتغل سلسلة من مضاعفات الرقم 3. بنبدأ من الجزء الاسفل من البلوزة، تمام؟ وبنرتفع بعد كده بالطول اللي احنا محتاجينه، وبعد كده بنعمل الغرزة دي، تمام؟ طيب هنبدأ دلوقتي. انا القطعة اللي انا بعملها دي مقاس صغير نوعا ما، مش صغير قوي، تمام؟ بس هي قطعة كروكي كده علشان اوضح لك ازاي تنفذي البلوزة، تمام؟ بتشتغلي السلسلة من مضاعفات الرقم 3، بتعدي 3 سلاسل لحد ما توصلي المقاس. بسم الله، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3 كده لحد ما بتوصلي للمقاس بتاعك. طيب انا كده اللي وصلت للمقاس اللي محتاجاه بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ اخد لفة، بسيب غرزة التانية، بدخل في التالتة، بشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود. هنشتغل بغرزة النص عمود كده، فوق كل غرزة بدخل في الغرزة كده وبشتغل نص عمود في الغرزة، وبشتغل نص عمود كده وهكذا كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب بعد ما بتوصلي لنهاية السطر بالشكل ده، فوق كل سلسلة بنشتغل نص عمود. الخطوة اللي بعد كده هنرتفع، علشان بنشتغل بنص عمود هرتفع بسلسلة او بتشترفعي 2 سلسلة ايا يكن، تمام؟ وبنشتغل فوق كل نص عمود نص عمود، تمام؟ باخد لفة بنزل في الغرزة، وباخد لفة واطلع من الغرزة. بيتكون عندك 3 حلقات، بتاخدي لفة وبتطلعي من ال3 حلقات بالشكل ده. فوق كل غرزة نص عمود كده لحد ما بتوصلي لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر من النص عمود، برتفع ب2 سلسلة. ببدأ أكرر نفس الخطوة، أول غرزة بنلف القطعة طبعا، وأول غرزة بدخل فيها بعمل نص عمود، واللي بعدها نص عمود، فوق كل غرزة كده نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر. تمام،
وهبدأ أكرر نفس الخطوات في كل نص عمود نص عمود لحد ما برتفع بالأسطر. بتشوفي طول البلوزة اللي انت محتاجاها، بتقيسي من الكتف لحد ما بتوصلي للطول، محتاجاها مثلا وليكن 50 سنتي 60 سنتي. قبل ما بتوصلي للطول النهائي بحوالي 10 سنتي أو 15 سنتي، تمام، هنبدأ نعمل الغرزة اللي انت شايفاها، تمام، دي بالشكل ده. بس اهم حاجة بتشتفعي فوق كل نص عمود نص عمود لحد ما بنوصل، قبل ما بنوصل للطول، يعني كل ما بترتفعي بالاسطر بتبدأي تقيسي، تمام، لحد مثلا طول البلوزة بتاعتك 50 سنتي، بتبدأي تقيسي لحد ما بتوصل 40 سنتي، وبعد كده هنرجع مع بعض نعمل الغرزة اللي انت شايفاها دي. طيب انا كده ارتفعت بالاسطر من الغرزة النص عمود زي ما وضحت لك. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل ايه هنبدأ نشتغل الغرزة دي، تمام، عبارة عن سطرين، هوضح لكم ازاي بنشتغلها. وبعد ما بنعمل السطرين من الغرزة بنبدأ نعمل سطرين نص عمود ونبدأ نكرر كمان نفس الغرزة تاني، تمام. حبيت اوضح لكم الخطوات علشان نبقى ماشيين وعارفين الخطوات اللي احنا هنشتغلها. هرتفع باتنين سلسلة، تمام، وبلف القطعة بتاعتي علشان ننفذ الغرزة. بسيب غرزتين، بدخل في التالتة بعمل 4 عمود بلفة. ادي 1 2 في نفس الغرزة، تمام، 3 4، تمام، بسيب غرزتين وادخل في التالتة 4 عمود بلفة، 2 3 4، بسيب غرزتين وادخل في التالتة 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، اتنين تلاتة أربعة، بنفس الطريقة كده، تمام، لحد ما بوصل لنهاية السطر. بنسيب غرزتين وندخل في التالتة نعمل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، وهكذا لحد ما بنوصل لنهاية السطر. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر، وفي نهاية السطر اتبقى عندي 3 غرز، يبقى انا كده ماشية صح. بسيب الغرزة التانية بدخل في التالتة اللي هي عبارة عن الاتنين سلسلة الارتفاع، بدخل في السلسلة رقم 2 وبعمل عمود بلفة. كده انا السطر معايا كده صح. ليه؟ طيب علشان ما بين كل غرزتين، ادي غرزة، دي بسميها غرزة، تمام، عاملة زي غرزة الصدفة، ما بين كل غرزتين في 2 غرزة سايبينها. كده السطر معايا ماشي صح. عشان كده الخطوة اللي انا وضحتها لك في البداية لما قلت لك هنبدأ غرزة سلسلة من مضاعفات الرقم 3، من مضاعفات الرقم 3 علشان الغرزة بتاعتنا عبارة ان احنا بنسيب غرزتين وندخل في التالتة نعمل عمود بلفة، نعمل الـ4 أعمدة. كده احنا ماشيين صح. السطر اللي بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هرتفع باتنين سلسلة وبلف القطعة، تمام، هنا الـ4 أعمدة دول هندمجهم، هنخليهم غرزة واحدة بس، تمام. قبل الـ4 أعمدة هنا في 2 غرزة سايبينها، يبقى هنعوضهم بايه؟ هنعوضهم بالاتنين سلسلة، تمام، وهدخل في الغرزة هاخد لفة واطلع من الغرزة، واخد لفة واطلع من حلقتين مش هكمل باقي الغرزة، واخد لفة وانزل في نفس الغرزة في الغرزة اللي بعدها، تمام، واخد لفة واطلع من غرزة، واخد لفة واطلع من حلقتين حلقتين، تمام، وادي الغرزة رقم 4، واخد لفة واطلع من حلقتين، بتكون عندي 5 حلقات على الابرة. ادي 1 2 3 4 5، هطلع من 4 حلقات بالشكل ده
واخد لفة واطلع من اخر حلقتين معايا بالشكل ده، يبقى انا كده محافظة على رتم الغرزة بتاعتنا اللي هو هنا في اتنين غرزة تمام، والرابعة اتنين غرزة، والتالتة عملنا فيها اربعة عمود بلفة. ادي كده الاتنين سلسلة اللي عوضناهم، وادي التالتة اللي دمجنا الاربع اعمدة وخليناهم غرزة واحدة بس تمام. هبدأ اعمل ايه؟ هعمل اتنين سلسلة تمام، والاربع اعمدة دول هندمجهم هنخليهم غرزة واحدة بس. الخطوة اللي احنا بنعملها دي وبننفذها دي هنمشي بيها السطر كله بنفس الطريقة. بنعمل اتنين سلسلة، باخد لفة واطلع الغرزة من حلقتين دي كده، بالشكل ده، واخد لفة واطلع من اربع حلقات بس، واخد لفة واطلع من اخر حلقتين، واعمل اتنين سلسلة، وابدأ اكرر الخطوة. تمام، اتنين سلسلة، وابدأ اكرر الخطوة. تمام، بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لنهاية السطر، هكمل لنهاية السطر. طيب انا كده وصلت لاخر غرزة في السطر، عملتها وعملت اتنين سلسلة، وبنبدأ نعمل ايه؟ في عندنا اتنين سلسلة ارتفاع اللي ارتفعناهم في بداية السطر، بدخل فيهم تمام، وبعمل فوقيها عمود بلفة بالشكل ده تمام. الخطوة اللي بعد كده ارتفع باتنين سلسلة وبلف القطعة تمام. هبدأ اشتغل فوق كل غرزة بتقابلني، هنشتغل فيها غرزة نص عمود تمام. طيب في خطوة حابة اوضحها لك علشان ممكن انت بتشتغلي تنسي غرزة انت وشغالة، فالخطوة دي بتعدي الغرز بتاعتك، والغرز بتاعتك هي نفس غرز البداية. يعني لو معاكي 80 غرزة في البداية، يبقى لازم هنا في الجزء ده يبقى معاكي 80 غرزة تمام. معاكي 60 غرزة يبقى معاكي 60 غرزة، معاكي وليكن مثلا يعني 100 غرزة يبقى معاكي 100 غرزة. نفس عدد الغرز في السطر ده هي نفس عدد غرز البداية، ما تنقص ولا تزيد غرزة. ليه؟ علشان خاطر البلوزة بتاعتنا تبقى مظبوطة، وفي نفس الوقت هنكرر الغرزة اللي اشتغلناها دي كمان مرة هنا، بس بعد ما بنعمل السطرين غرزة النص عمود. انا هعمل كده فوق كل غرزة غرزة نص عمود تمام. اهو بدخل في الغرزة كده وبعمل نص عمود، والغرزة اللي بعدها، وهكذا لحد ما بوصل لنهاية السطر. واهم خطوة زي ما وضحتلك بتعدي الغرز بتاعتك. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر من غرزة النص عمود، وعديت الغرز بتاعتي، طلعت معايا نفس الغرز بالظبط، مش ناقصه ولا زايده غرزه تمام. الخطوه اللي بعد كده هنرتفع كمان سطر من غرزه النص عمود، برتفع باتنين سلسله، بلف القطعه بتاعتي، بشتغل فوق كل غرزه غرزه نص عمود تمام، بالشكل ده لحد ما بنوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، برتفع باتنين سلسلة،
وبنلف القطعة بتاعتنا. هنبدأ نكرر نفس خطوة الغرزة اللي احنا اشتغلناها دي. بعد ما برتفع باتنين سلسلة بسيب غرزتين وبدخل في التالتة، تمام، هعمل فيها 4 عمود بلفة بنفس الخطوات بالظبط، مش هننقص خطوة، تمام. يبقى احنا كل الحكاية اللي احنا بنعملها بنعمل الغرزة دي، تمام. يبقى انا هكمل الخطوة بتاعتي لحد ما بوصل لنهاية السطر وبكرر نفس السطر ده. وبعد ما بنخلص الغرزة اللي هي عبارة عن سطرين بنكرر نفس الخطوة ونعمل سطرين من غرزة النص عمود، يعني يعتبر هكرر الجزء ده كله، هكرره كمان مرة. هرتفع كده بالأسطر، تمام، الغرزة الجزء ده هكرره كمان مرة، وهنرجع مع بعض نقفل البلوزة بتاعتنا. طيب بعد ما كملت الجزء ده زي ما وضحتلك بالشكل ده، القطعة دي الغرزة اللي هي شبيهة بغرزة الصدفة، وبعد كده قفلناها وعملت السطرين من غرزة النص عمود. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نقفل البلوزة بتاعتنا، وعلشان نقفلها ببدأ أقيس الجزء من الكتف لحد الرقبة، تمام، بيبقى كام سنتي، بناء عليها بحط علامة غرز، تمام، في الجنبين بنفس الطريقة، بنقيس من هنا لهنا ومن هنا لهنا، تمام، بنفس الطريقة في الجنبين هنبدأ نقفل القطعة. وبعد كده هنا علشان أقفل الجزء ده ببدأ أعمل إيه، بقيس من الجزء من الجزء الكتف لحد حردة الإبط، بناء عليها بحط علامة غرز في الجنبين، تمام، علشان نقفل الجزء ده، تمام، ونكون فتحة الأكمام. وكمان هنا من هنا لحد ما بوصل لفتحة الأكمام أو حردة الإبط برضو بحط علامة غرز علشان هنقفل الجزء ده. هقفل معاكم القطعة دي، وبنفس الطريقة بنقفل القطعة دي كمان والجنبين بنفس الطريقة. إزاي؟ أهو بعد ما بنرتفع هدي كده بدخل في الغرزة والغرزة المقابلة، تمام، وبعمل غرزة حشو بالشكل ده، الغرزة والغرزة المقابلة، وبنعمل غرزة حشو بنفس الطريقة كده، تمام، لحد ما بوصل لعلامة الغرز، تمام. هدي الغرزة والغرزة المقابلة وبنعمل غرزة حشو، الغرزة والغرزة المقابلة، وبعمل غرزة حشو لحد ما بوصل للعلامة. بكرر نفس الخطوة بالظبط لحد ما بوصل للعلامة، وبعمل الجنب ده برضو بنفس الطريقة، الكتف، تمام، والجنبين. وهنرجع مع بعض نعمل جزء الدراع او الجزء اللي هو هنعمل اسطر، بحيث ان هو تدينا البلوزة شكل نص كم او تلت كم كده. كل ده انا هوضحه لك. انا هقفل القطعة زي ما وضحت لك، خلاص مش محتاجة توضح اكتر من كده. بندخل في الغرزة والغرزة المقابلة ونعمل غرزة حشو لحد ما بنوصل لعلامة الغرز، تمام، في الجزء كله. هكمل وهنرجع مع بعض نعمل جزء الاكمام. طيب انا هنا بعد ما قفلت الاكتاف بالشكل ده، تمام، الجزء ده والجزء ده والجنبين، بقت معانا كده شكل بلوزة. هنيجي هنا عند جزء الكم او جزء حردة الابط، هنبدأ نعمل اسطر، تمام، عشان تدينا شكل تلت كم، لان هي نظام البلوزة بتبقى نازلة كده شوية، تمام. بنبدأ نشتغل ازاي؟ ببدأ ادخل هنا في الغرزة وبرتفع باتنين سلسلة، وبدخل فوق كل غرزة هعمل غرزة نص عمود،
بالشكل ده، بدخل في الغرزة كده وبعمل نص عمود. بستمر كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر، ونهاية السطر بتاعي بيبقى في السطر ده كده. تمام، هوصل لنهاية السطر وهوضح لك بعد كده هشتغل ازاي. وصلت كده لنهاية السطر، بدخل في السلسلة رقم 2 وبقفل السطر بتاعي بمنزلقة، برتفع باتنين سلسلة، ببدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود كده. تمام كده خلاص حددنا الجزء بتاع الحردة بتاعت الإبط أو جزء التلت كم بمعنى أصح. ببدأ أستمر فوق كل نص عمود نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر. تمام، وبرتفع كمان سطر من النص عمود. تمام، أو سطرين على حسب ما أنت حابة عدد الأسطر بتبقى معاكي قد إيه، أو الجزء معاكي يبقى طوله قد إيه، بناء عليه بترتفعي بالأسطر بتاعتك. هرتفع بالاسطر وهرجع اوضح لك الشكل النهائي للبلاوز بتاعتنا هتبقى معانا ازاي. طيب انا كده عملت الجزء بتاع التلت كم او النص كم كده بالشكل ده بقى معانا. تمام، مبدئيا كده البلوزه ادي شكلها النهائي من البدايه، بدايتها كده، وادي الشكل كله بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. الشكل النهائي للبلوزة بتاعتنا بقت معانا بالشكل ده. وفي نهاية الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا في القناة، وكمان تفعلي زر الجرس وتضغطي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد، وتضغطي لايك للفيديو، وكمان تقدري تتابعونا على الويب سايت بتاعنا أو على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي لينكات الصفحات دي في الوصف أسفل الفيديو. أشوفكم على خير في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.